قفوة رمضان. اربح كل يوم قفوة رمضان على راديو ميد من الاثنين الجمعة في ترانكيلا والسبت والأحد في الويكام. رمضان السنة على راديو ميد، رمضان الخير والبركة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في لمة البركة. بعد شوية إن شاء الله في آخر حصتنا تربحوا معنا على 72 328 500 قفة سيدي رمضان من أهداء سوكودال. بعد شوية تناخذوا تليفوناتكم ونعطيكم التشنشينة، لأنه ولاو كلهم تناطيكم التشنشينة ونعطيكم الاحتمالات زادة. مرحبا بي شيف والتحق بينا زادة. مرحبا يا شيف، صباح خير. أمور طيبة الحمد لله. كالعادة في فورمة ولا كالعادة في فورمة؟ لكن منك رمضان ولا لا؟ مزيل حتى ودي مازلنا نسخن، مازلنا نسخن يا سيدي، والكوجينا سخنوا. فما حاجتين نعملوهم مع شيف حروز بطبيعة الحال، هي نعملوا ماكلة من تراب الجدود. البارح حكينا على انجار المنزرتية، اليوم باش نحكيو على الشخشوخة الكافية. الشخشوخة الكافية بتاع الشمال بتاعنا، وزاد فما الشخشوخة الجزيرية هي بيدها، اما القصة مش هي بيدها. اعطيني ساعة الشخشوخة الكافية بتاعنا. الكافية الكافية بتاعنا هي نطيبوا الملاوي بتاعنا في الدار، نطيبوها زاد نعملوها الورقة اخشن شوية من الملاوي العادية. معنا نعملو مش ملاوي عادي، كافي مادام في الكيف نقولو الرقاق. الرقاق هذاك الرقاق اللي فما شكون اللي عيط له الفتات. الفتات زاد الفتات في باجا، الفتات في باجا، والرقاق في الكيف. اي ما جويدة هذيك، خاطر الملاوي اخشن شوي، اخشن شوي، نقصوها جويدة بالكدا اللي هي فيها سميد وفارينة نتاعنا ملح وزيت. ونعملوها رهيفة رهيفة على وما نحطوش فيها الخمير، خاطر فما العكس، شكون يحط فيها الخميره تطلع مع خشينه ما عادش تمشي. المشخشخ لازم تكون جويده من غير خميره. باه الملاوي ما تحناش يدخل حتى يعملوا ريشيرش ولا يشوفوا تلقاو الرسالة هذيك صحيح. وبعدين طيب الصلصه نتاعنا نتاعها اللي هي التختوخ يعيطولو. تبدا كي تبدا عاقده باهيه بالصلصة طماط كي زيت حمص برشا بصل قرون فلفل باهين. اي سفناريا، سفناريا شويه قرع احمر بالدجاج عادي. دجاج عربي بالاخص مش الدجاج العادي، خاطر هي الصوص هذيك ما تاخذ الحموضه كان بالدجاج العربي. ما غاديك تلقاه كلهم مربين الدجاج، كي يبدا جاي يضيف ديريكت يمشي يدخل لك الفيرما يجبد يذبح ويحط يتوكل على ربي. حتى ما فماش فيرما، فما عش نتاع الدجاجات، فما عش نتاع الدجاجات عش ورا الدار غاديك. اي كلهم عندهم الدجاج هم يطيبوا غاديك. اي عندهم مالينا غاديك. وكعبات عظم كي مصموتين من الفوق يزينوا بها. اي ما قوليش، قولي الصوص كيفاش يطيبوها ساعه. يظهر لي الصوص يطيب كيما صوص المقرونه. كيما صوص المقرونه اما اقل طماطم. اقل طماطم. اي اقل طماطم، ما حطوش فيها برشا طماطم اللي هي فيها الدجاج نتاعنا. عندك بصل، عندك طماطم معجونه مش برشا، شويه الخضره نتاعنا اللي موجوده في الدار، ملح وفلفل اكحل، فلفل حار احمر. عندنا التابل اللي هو يقول لك التابل نتاع الدار، التابل اللي عاولوه اللي عاولوه الكافيه. لو فرق بين التابل اللي نعملوه نحن في تونس لهنا ولا راس حانوت ولا فيح بقري، بفرق بين التابل اللي عملوهم وحده. راهم يفوحوا التابل تابل يحطوا فيه حتى الهريسه الفلفل الشايح كي يرحيوها معاه ومعاه شويه بصل. ويخرج تابل فاوح بالكدا. ويطيبوا الصوص نتاعهم بالكدا، تبدا عاقده يخلوها عاقده بزيت، ينحوا لها الزيت نتاعها من الفوق باش يخلطوا بها الفتات نتاعنا ذاك ولا الرقاق. وبعدين يحط الصوص نتاعهم من الفوق ويزينها. وبالاخص كي تبات ريتها، كي تبات تجبدها اللي تغد وتجمرها. وبالاخص تبدا تجمر عليك هلول، تبدا تحرك كل مره تعمل ضربه من لوتك اللي تشد، تبدا تحرود. تبدا تحرود، تبدا مجمره كي ما عند غير من ودك حسين، غير ما نقول لك لقيت هذا كي وانت صايم نكمل نحكي لك عليها. لا هي لا ياسر، هي الشخشوخه هي في اصلها هي اكله بربريه زاد في البحوث القناة، وموجوده في الشرق الجزائري، موجوده مليح في الشرق الجزائري وقت اللي تمشي البسكره ولا تمشي العنابه ولا غيره. هذه يقول لك نتاعنا ماك تعرف، فما اكلات موجوده في الغرب التونسي وفي الشرق الجزائري، وهذاك يقول لك تزير انا راهي نتاعنا، والتونسي يقول لك راهي نتاعنا، وهي تراث امازيغي بربري بطبيعه الحال. على كل وهي مشهوره، اكله مشهوره جدا، ممكن مشهوره اكثر في الجزائر اكثر منها حتى في تونس. اي مشهوره بالكدا في الجزائر، خاطر في الجزائر يعملوها جويده على الاخر، يقصوها بالسكينه مش كيف نحن بيدينا نقطعها. هم يقصوها بسكينه جويده على الاخر تولي كيما نواصل اكبر شويه. ويعملوا لها صوص بزيد خفيفه نتاعها، اما نتاع الفرق بين الجزيريه والتوانسه اللي نحن نعملوها حمراء شويه مطمطمه معناها حرحره، وهم يعملوها كيما مصفاره شويه بيضه عاتي على البيوضيه، خاطر ما ياكلوش حار برشا كيما الكسكسي نتاعها ما بيضه كيك. الصوص نتاعها معناها بيضه شويه.
اما ما يمنعش راهي بنين. واللي خلاهم اللي يعملوها كيما نفس الطريقه بين الجزيريه والتوانسه اللي هما شيره تبسه نتاعنا من لهنا. تبسه وبسكره هذوما الحد هو يعملوها راهو كيما اللي الكافيه بالضبط. اي خاطرهم قراب لبعضهم برشا يعملوها كيف كيف ماخذين من بعضهم هما بالكدا معناها نفس بريسك نفس الروسيت اللي نعملوا فيها نحن يعملوها هم. هو ذيك اما فقط احنا ديما تعرف لازمنا نحرحروا شويه. اما نحن ردوا بالك انا عندي برشا اصحابي جزيريه ياكلوا الحار. اي فهم برشا 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 جزيريه ياكلوا الحار بالكدا معناها ياكلوا ماكلتنا التونسيه. فما ناس نعرف جزيريه يعني طيبوا ماكله التونسيه نتاعنا خير من التوانسه. انا نعرف جزيريه طيب مدفونه. خلي عاد المدفونة عاد المدفونة عاد تونسية عاد مدفونة تونسية معروفة بالباتريمون جويف نتاعنا بالباتريمون جويف نتاعنا. أما الفرق بين المدفونة نتاع جويف والمدفونة اللي تو يعملوا فيها التوانسة معناها اللحرة كان دخلنا حديث في حديث هي. تولي مدفونة أخرى. هذه مدفونة خليها تو نهار الجمعة الجاية نحكيو عليها بالكدا عندي معاها برشا. أنت عاد الجمعة الجاية قلت لي بون نحكيو باش نحكيو على البركوكش عاد بركوكش نمشيو القفصة نمشيو التوزر وين نمشيو بركوكش نمشيو للبلايص تاع الجنوب حتى الشخشوخه راهي فقط مش موجوده كان في الكاف كهرباء. لا موجوده في تونس كلها وفي هنا في نابل يعملوها ما يعملوها هي. بطريقه اخرى في نابل كيفاش يعملوها؟ طيب مثلا جماعه القروان اللي عايشين في نابل من هنا اللي هم نسابي معناها يعملوها كي يعملوا يعني ياخذوا الملاوي الملاوي يعملوها على الغاز مش كيف نحن طاجين غادي في الشمال هنا يعملوا الملاوي على الغاز يحطوا له الخميره تطلع بالكدا وبعد يتقصوا يعملوا له صوص كيما صوص مقرونه. اما شويه بصل وحمص وبطاطا كهو مش كيما نتاع الكيف. اي لا خاطر في الكيف يعملوا يحطوا برشا خضره فيه. برشا خضره وراي الشخشوخه الكافيه الصوص نتاعها تشبه صوص برزقين راي. هذه حكايه اخرى. تو باش ترسيلي نقول لك كيف توا البرزقين واعطينا شويه احكي لنا عليه شويه ولا خليها مره اخرى. مره اخرى مره برشا التراث القديم الكل عندي معاه معناها عندي مع الماكله القديمه بالكدا 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 كل مره. رغم اني انت معناتها قوي في المقرونه في المقرونه في البات في البات ايطاليان. باهي سيدي مش مشكل يعطيك الصحه شيف. دونك كل جمعه كل سبت واحد باش ناخذوا ماكله من طرب جدود كما سماها الشيف قال انا هذه تابعه طرب جدود. حكينا اليوم على الشخشوخه الكافي وكيفاش تطيب وحدها ولا لازم معها شويه البن ولا رايك؟ لا لا هي شخشوخه بنتها تعملها كيما هي محطوطه وحدها وبعد نعملوا تاي وبعدين تعمل تاي نتاعها اللي يبدا تحطه في الكيس يصبغ هذاك عرفته يبدا لك كالاحمر عرفته والكيسك الصغير هذاك الترابلسي الترابلسي هذاك وما نحكي لك شو ويتحط ولازم يتحط وراي البنه نتاعها القعده عربي اللوطه تبدا على ركبه نص كي وميده كي قصعه كبيره وتبدا تاكل بيديك مش بالمغرف كل شيء بالمغرفه هاي. اما هي تتحط اما تتحط البريد التاي بعد ما يهبط الطاجين اللي عملنا عليه اي تحط على النار الهاديه هذيك انت ما كملت كليت ما حضرت له هي ساي طاب التاي طاب التاي عقد وشد بلاصته وجو فسفس وتبدك الصينيه كي بحذاك بتاع التاي كي وكان عندك ضيف كي بتبعتهم شوي كاكاويه هما عندهم الجو هذاك نتاعهم كزمني المحليه اي تبدا قاعده كي باهيه طيش فك الكانون شويه بخور كي تبدا كي جنينه باهيه وتبدا الناس كل قاعده ملموم على قصعه واحده لا فما مغارف لا فما شيء كان اللي يدين تاكل يقولوا له محلقين اي تبدا محلقين تبدا ماكله كي وتبدا مظل عليك كرمه باهيه من الفوق كي تسمع حس تبدا كي تقص تو تاع ربيع كي شويه ورد اصفر طالع كي القريصه عرفت مزينت لك القاعده بغير ما كمل سيدي نوصيك وكذا. واضح هو فقط خلينا ممكن نقولوا انا قلت على الشخشوخه اللي هي موجوده في سوق هراس وموجوده في الطارف كما قال لنا تو سي كريم بارك الله فيه على الكومبليمون اللي قال وما زاد بسكره بسكره موجوده ومعروفه برشا بسكره بال في الغاديك اللي هي مش موجوده على الحد هي أما على فكره زاد في سكيك ده يعملوا فيها برشا يعملوا فيها برشا برشا اللي حبيت نقوله انه موجودين على الشرق الجزائري موجودين في بعض المدن الاخرى وفي اطار البحث حط على هذين نلقاهم من البلايص اللي موجوده فيها اللي هي بسكره. شكرا سي كريم تساوي بارك الله فيك على الكومبليمون. يلا احنا باش نرجعوا باش نعملوا البلان تاع اليوم. البلان اللي هو بخمسه دينارات بار بيرسون يعني فهموهم نوضحوش نوضحوه فاصل صغير. سته من الناس تكلف لهم 30 دينار ما اقل اللوطه ياكلوا سته من الناس بالكدا واضح فاصل وانا راجعين.